عسلامة ومرحبا. كما شفتوا الغيث النافع شمل أغلب المناطق التونسية أمس، رجعت الدنيا زادة باردة هالنهارين هذوما. أول حاجة كي شتت الدنيا تفكرت حاجة جارية، قلت هيا نمشي نجيب بالطنجرة ونعمل فيم محمصة. الحقيقة شهوة أمي، حبيت نعمل مقارونة جارية، قلت لي أعمل محمصة. هيا نحكي لكم على الرسيت، نوريهاكم حاجة سهلة. لف لف، عملت إترة ونص ماء في الطنجرة، حطيت زاد كعيبات حمص، وقطعت بصلة، بصلة صغيرة، وحطيتها على النار الوين باش توصل درجة الغليان. هنا عندي محمصة مزلوقة راهي ياسر بنينة، النوع متاعها هنا سملة ذهبية. باش نعطيكم أستيس هنا، بعد ما قصيت الساشي نهزو على النار، نسوي الجناب متاعو ونهزو على النار، نقربو برشا من النار، من بعد نهزو ونضغط عليه، تتسكر الساشي ونخبيها في الارموار وتبقى هي مسكرة ما يصير لها شيء. بالطبيعة اللي يعمل في البوات يعمل في البوات خير. وبالنسبة للمحمصة المزلوقة راهي تشبه ياسر للديري وبنينة برشا. وانا اليوم باش نعملها بالجديد المسلي اللي عملته معاكم قبل في القناة، راهو يطيب في ظرف ساعة، ساعة غير ربع، يشبه ياسر للحم، ماهوش كيف الجديد الشايح، راهو اللي يتخبى شايح وياسر بنين الحق. انا هنا مش باش نعمل زيت، عملت قدر فنجان زيت من زيت الجديد المسلي، اللي باش يعمل زيت يعمل فنجان زيت. وجبت شويه هكا جديد جيست هكا للنكهه، انا هما شويه وانا نقصت فيهم كل مره نعمل حاجه. عملت ملعقه ونصف طماطم معجونه، الطماطم نتاعي نوعها مش باهي، حاسيلو ديما حاولوا ديما انتم ما اختاروا طماطم باهيه. عملت زيد نصف ملعقة أكل فلفل أحمر، دارنا ما يحبوش الحار، وملح عملت ملعقة قهوة وربع ملعقة قهوة، كركم. نحس الكركم الحقيقة ياسر يبان نجيري. وباش نخلطهم مليح مليح في الصحفة ذيكا، نستنى لوين الماء يغلي، من بعد باش نحطه في الطنجرة. نحطوهم في الطنجرة والماء سخون، الطماطم تتلامس السخون، ما ديش قارصة، هذه زادة أستيس صغيرة نحبكم تعرفوها. ومن بعد باش نخليهم يغلوا نص ساعة، بعد كل نص ساعة نتفقد الطنجرة متاعي. إذا حسيتها خثيرت برشا باش نزيدها شوية ماء بارد، حسيتها سافا مريقلة. جبت زادة ثلاثة سنون ثوم، العوالي الجديد اللي قاعد توا رايج في لي مارشي، ومعهم نصف ملعقة قهوة فحات تابل وكروية، هرستهم وحطيتهم. إذا عندكم أنتو مثوم الشيح راهو أقوى، أعملوا زوز سنون وإلا سنة كبيرة. بعد باش نحط المحمصة ديريكت بعد ما نحط الثوم، وبالطبيعة باش نحرك، يلزم تحطوا المحمصة منا تحركوا منا، اتغطوا عليها 3 دقائق وترجعوا تحركوها، راي فيسة تشد في القاع متاع الطنجرة، هذه ما تغفلوش عليها. وبالطبيعة باش تبدا تخثير هي تشد 20 دقيقة. المحمصة المزلوقة نار متوسطة ما هيش قوية، كل 3 دقائق يلزمكم تحركوا. انا هنا بعد 10 دقائق ملي رميتها، شوفوا كيفاش التكستير متاعها اختارت. سخنت شوية ماء وباش نضيف، انا باش نضيف عيني ميزاني، انا نحبها مطلوقة شوية باش ناكلها بالخبز، مانيش باش ناكلها هكيكا. وانا ديجا نحب الجيري جيري، ما نحبوش هكا اللي عاقد شويه. هذه بالطبيعه كل حد وذوقه. اوكي كيما شفتوا زدت الماء، الجديد هذاك من المفروض هو من بعد يتقص بالمقص باش يجي كل حد يعني ياكل دي فتروشه، وجوست تفويح راهو حتى من غير الحم دي. اذا من غير الحم من غير حمص تسيب لكم في نص ساعه. اوكي شفتوني ديما نحرك لان كيما قلت لكم اتشد. بعد ما توفى 20 دقيقة بتبيعة تجربوها، تهزوا شوية تحطوها في صحين صغير، تبردوها بالقدي بالقدي هكا، تحركوها بالملعقة وتذوقوها كيني طابت طابت، مازالت ما طابتش خلوها تزيد شوية. هي في المجمل ملي ترميها تحسب لها 20 دقيقة تكون طابت. هنا مازالوا على ما حسيتها وقتها مازالوا 5 دقائق، يعني بعد ربع ساعة مرميت المحمصة، حطيت قرن فلفل قصيته هكا جويد، الفلفل مش حار ذاك عليه حطيته، يعطي بنة على الاخر. بالطبيعة اللي يحب يعمل الفلفل الشايح من الاول ولا الجريد، انا كما قلت لكم هاربة من الحار المدة هذي،
الحاسيل خليته هكاك يبكبك شوية لوين طابت الطنجرة متاعي. زادة باش نقولكم على حاجة، وقت اللي طابت الطنجرة متاعي باش نوريكم اللي انا صلحتها، لقيت القوام تاعها خاثر برشا صلحتها. انا مثلا واحدة من الناس بابا يقول لي اذا تزيد الماء وقت اللي سايي الطنجرة باش تطيب الماكلة ما تجيش بنينة، ولا هي مش صحيح، وراهو انا نعدل ديما القوام في اخر لحظة. اوك هنا باش نوريكم القوام، انا هنا حسيته قوي، حسيتها خاثرة، كزتها شوية ماء، وهذا القوام النهائي اللي تحصلت عليه. باش نطفي عليها ونحطها في طبق التقديم. ليلتها باردة وبعد 4 أيام سخان جونا، أكل الواحد توحش الشتاء، توحش الركشة، توحش الحاجة الجيرية اللي بنينة. الحسيل وإنوتكم منشهيكم أفايم سهل لفلف، أحميتي تعملها من غير الحم، تسميها محمصة البصلة، صدقوني تطيبها في نص ساعة وتجي بنينة. محال أحميتي تطيب الماكلة حارة برشا، وهنا أهلي العكس تماما ما يحبوش الحار. إنوتكم منشهيكم مع شوية خبز حاجة بنينة، ادبرت عشاء خفلف بالجديد بالدجاج بليش الحم كما تحبوا. المهم هذه هي وصفتنا اليوم، ان شاء الله عجبتكم. مبقى لي كان نقولكم الى اللقاء في دبارة جديدة واكلة جديدة ان شاء الله.